مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية بخمسة أضعاف من خلال أكثر من 500 مراقب، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية على كافة منافذ البيع ومراكز التسوق بصفة يومية. هناك الجانب ايضا الصحي في عمليه فحص يعني كافه المواد الغذائيه من حيث تاريخ المنشاه، مصدرها، عمليه انتهائها، كذلك عمليه فحص اللحوم ايضا في عدم وجود اي اعراض عليها او الوان لون معين يكون غير اللون الاحمر والوردي، كذلك وجود الختم على كافه الاسماء، وجود الختم على هذه اللحوم. كذلك هناك ايضا فحوصات تتم داخل المستودعات للتاكد من عن درجه الحراره لحفظ الاغذيه، كذلك وجود ايضا الاجراءات الخاصه بحفظها في المستودعات لابد ان تكون مطابقه كل المعايير الخاصه بالقطاع البلدي. منذ ان بدات ازمه كورونا المستجد، قام مراقبي الامانه بجولات رقابيه بلغت 40,000 جوله. كذلك هناك تعاون بين الأمانة وكافة الجهات الرقابية الأخرى كوزارة التجارة وغيرها من الجهات أيضا لكل فيما يخصه، ولكن المنطقة الشرقية تحرص دائما على سلامة الأغذية، وكما معلوم أن البلديات هي خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا، ومن هذا المنطلق كثفنا كافة الجوانب الاحترازية وأيضا الجوانب الرقابية الصحية على كافة منافذ البيع الغذائية. إجراءات احترازية عديدة تعمل بها الأمانة لفحص كافة المواد الغذائية للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين. شيماء الزهراني، الإخبارية، الدمام.